الإخوان، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله عندنا واحد الإصلاح، نهضروا إن شاء الله على هاد بلاكا ديال الإشهار ديال واحد الصديقة ديالي. راه ديجا كنت حطيت فيديو، كنت خدمت هادي يانيت، وكنت درت شي لمسات أخرين. المهم أنا نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، اللي بغى يرجع ليه يتفرج. مهم، رجعوا الموضوع ديالنا. هادي مالها؟ هادي يا الاخوان، عندها المشكل في الكابل، تقطع ليها وعندها شي بياسات بحال ما هكا كتشوفوا معايا هنا. هادو تقلعوا، غادي نردهم بالكولا، درلها الكولا وغادي ندير ليها، حيت هي كتخدم ب 12 فولت، ندير ليها شارج بحال ما هكا 12 فولت، وغادي ان شاء الله غادي نبدل ليها الكابل. شريت ليها كابل جديد، كما قلنا شارجور، وغادي نخدمو ان شاء الله. بالنسبه لهاد البياسه كما كتشوفوا معايا هنا، هاد الكابل، هادو هما كابليات القدام ديالها، كما الى شفتوا معايا هنا قداس عليهم الرطوبه. راه واش غادي يبان لكم الكابل ولا فيه ديك البيوضيه ولا رقيق وتقطع. المهم قدات عليه الرطوبه، هذا غادي نرميوه وغادي نديروا ليها كابل واحد خور جديد. المهم باش غادي نبداو، غادي نفسخوا هاد الكابليات من هنا، نحيدوا هاد السكوتش ونديروا كابل اخر بحال هذا، كابل شعره. غادي نلصقوه هنايا ونتبعوا المراحل حتى الاخر ونشوفوا النتيجه. المهم نلصقوا الكابلي ونشوفوا النتيجه. كما كتشوفوا معنا هنا الاخوان، بعد ما حيدنا داك الكابل القديم، المهم غادي نديروا هذا الجديد هذا هنا. وهذا الكابل هذا غادي نحاول ندير ليه شي طريقه يتفيكس بحال هكا، باش ما يبقاش يلعب بحال هكا منين يتحرك، ما يبقاش يتحرك كامل بحال هكا. شفتوا معايا كيتحرك من هنايا كامل. المهم غادي ندير له شي طريقه باش يجي انفيكسي، باش ما يتقطعش. المهم غادي نلصق هذا وندير الطريقه هذا ونكملوا الفيديو. الاخوان، بعد ما قضينا هذا لاشين هادي، غادي ندوزو ان شاء الله نشانتيو هادي مع ترانسفور ماتور. دابا غادي نشانتيوهم ونشوفوا واش هتشعل ولا لا. من بعد الاخوان ما شانتينا الكابليات في بلاصتهم، الزائد مع الزائد والناقص مع الناقص، هذا هو الترانسفورماتور ديالنا. دابا ان شاء الله غادي نديروها في الضوء ونشوفوها واش هتشعل ولا لا. ما كتشوفوا معنا هنا، هي خدامه التي نقلبها. كما كتشوفوا معنا هنا، هذه هي اللوحه الفنيه ديالنا. مازال خصنا نزيدو نقدوها شي شويه بالكولا والفينيسي وكذا، وهي مامرش، وهي ناضيه، هادي تفينا بحال ما هكا. المهم مازال فينيسيو صغير. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، وشكرا على المتابعه. تفرجتي حتى للاخر وعجبك الفيديو كالعاده يا ساده، شي كومونتير زوين، وتي مازال ما مشتركش اشترك في القناه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي اصلاح جديد وفي محتوى جديد.